حيث أمنت القوات السورية مدينة حماة بدعم جوي وبري. فقد شن الجيش السوري هجوما مضادا الليلة الماضية وأبعد الفصائل 20 كيلومترا عن مدينة حماة. وقد وصلت تعزيزات عسكرية للجيش إلى محاور ريف حماة الشمالي والشرقي والغربي، فيما فشلت هيئة تحرير الشام بالسيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماة. نتابع مشاهدينا هذه الصور التي تصلنا حول الاشتباكات المشتعلة بين القوات الحكومية، قوات الجيش السوري وهيئة تحرير الشام على مشارف حلب. وعلمنا بأن هناك بحماة، على مشارف حماة، هيئة تحرير الشام وأيضا المنظمات المنضوية تحتها، كما تم الحديث عن المجيء بتعزيزات من قبل الجيش السوري وأيضا يعني بغطاء جوي من قبل روسيا وأيضا الجيش السوري، فهم كانوا يقومون بقصف جوي على إدلب وأيضا على تخوم هذه المنطقة، منطقة حماة. ويقال بأن الاشتباكات على شدها بين الجانبين حول جبل زين العابدين الذي يعتبر نقطة استراتيجية مهمة لمن قد يسيطر عليه.
هناك حديث عن محاولة ربما قطع الطريق التي من شمال حلب الذي يصل إلى دمشق من أجل عدم السماح بتدفق المزيد من الأسلحة إلى عناصر حزب الله. إذن نتابع هذه الصور أيضا كما تشير المعلومات إلى وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى محاور ريف حماة الشمالي والشرقي والغربي. هذه المعارك التي انطلقت شرارتها منذ 6 أيام وبدأت بهجوم مباغت من قبل هيئة تحرير الشام وأيضا مع المنظمات المسلحة المنضوية تحتها.